ابحث على راحتك، ابحث على راحتك. بنروح لسلمان ونقول وين رحت عقب البزنس يا سلمان؟ والله موجود الحمد لله، موجود في السوشيال ميديا وموجود في اعمالي الخاصه. اعمال خاصه؟ اي نعم. وانا ما ابي الشباب انا يزعلون علي. انا عندي نقطه ما نوهت عليها، اتمنى انهم يعني يسمعوني. انا ودي يوم تكلمت عليهم من ناحيه المسرح، ما مسرح ان رجعنا الموضوع انا. ما في احد متعلم، ما حد طلع من بطن امه متعلم زين، فانا ودي انهم يتعلمون من بعض، ياخذون بعض. الممثل لا يبخل على اخوياه، يعطيهم. اللي صانع محتوى يعلم اخوياه وش يسوون. ترى كلهم متكاتفين مع بعض، اذا كل واحد تفكك الحاله خلاص. فانا اشوف انهم حزت بخاطرهم، فقلت اني انا انوه عليهم من ناحيه شو اسمه، من ناحيه انهم يتعلمون. ما في احد. لا لا ما حزت بخاطر، ما اشوفهم والله، اشوفهم كذا تغيرت وجيههم. لا بالعكس، هم كذا رياكشن. ليش تضحك من سلمان يا كحلان؟ سلمان هذا طال عمرك انا تعلمت منه شخصيا شيء كثير، تعلمت منه مواهب، تعلمت منه عزيمه قوة. ف يعني ولا قصورهم باخويانا اللي بالبزنس، يعني انا يعني سلمان واحمد عوض الله يذكرهم بالخير ومسلط ارتاح معهم بشكل كبير، يعني واقدر يعني نفس ما تقول اطلع كل ما بخاطري، فهمت؟ تاكد نقطة ان الكل غالي عندي، ولكن الثلاثة ذلهم ترتاح لهم ما في شيء، راحة بزيادة، فهمت؟ يعني علمهم كل حاجة. من ناحية سلمان يعني تعلمت منه حاجات كثيرة أبو أحمد الله يطول عمره، وتعلمت منه شيء عد واجد. بعد اللقاء بنطلع على المسرح وبنخليكم تسوون لنا مشهد هناك على المسرح. تمام. بس يمكن في سناباتكم. أبو عبد الرحمن، أنا